السلام عليكم اخواني اخواتي النوم، معكم هنا من شاطئ كيتسيلانو بفانكوفر بي سي كندا، يوم 3 جانفي 2022 في وقت المغرب. هاك شوفوا المناظر الجميله، هذا جميله، وهذا عمي يوسف، ها هذا عمي يوسف. لا 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 لا، عنابه بنا وطابه. ومن هون نجي نشوفوا وسط المدينة فانكوفر، وبجانبه الغابة هذيك هي ستانلي بارك. الجبال هذمك هي وست نورد فانكوفر اند وست فانكوفر. راك تشوفوا البواخر يا جماعة الخير، وهرشوا به في الأخير، كان هرشوا به هناك، هرشوا به في يوم جميل جدا، والحمد لله حمدا كثيرا. وهاي كان واحدة مطبخ، هذا مطعم وبهذه الصور الجميلة نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله، وضحكوا للدنيا تحققكم في العام جديد، عام سعيد وجديد 2022. وشوفوا وبهذه المناظر الجميلة نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله يوم 3 جانفي. اليوم احنا في 3 جانفي 2021. نخليكم على المناظر جميلة تاع وسط المدينة متو، والسلام عليكم.